السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد نشارك من خلاله جميع ما يخص الموهبة الجزائرية الصاعدة في سماء البريمير ليج ميشيل أوليز. ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. ميشيل أوليز من أم جزائرية وأب من نيجيري، وترعرع في إنجلترا وولد بفرنسا. كل هذه المنتخبات يمكن لميشيل أن يتقمص ألوانها. ميشيل أوليز من مواليد 2001، ويعني هذا أنه بعمر 19 سنة. إذا عملت الاتحادية الجزائرية على جلب هذه الموهبة الصاعدة سوف يكون له شأن كبير في الكرة الجزائرية بكل تأكيد، حيث شارك ميشيل أوليز أمس في مباراة فريقه أمام ويست هام، وهذا إذا تم جلبه إلى المنتخب الوطني بكل تأكيد. ميشيل أوليز دخل في الشوط الثاني وقدم مباراة رائعة من كل النواحي، وهذا بعدما سجل من مخالفة مباشرة وقدم تمريرة ساحرة لزميله الذي أسكن الكرة في الشباك ليكون ثاني أفضل لاعب في المباراة، وهذا بعد دخوله في الشوط الثاني فقط. هذه الموهبة التي كان سوف يخطفها المنتخب النيجيري، لكن ميشيل كان له رأي آخر حيث رفض هذه الدعوة، وهذا يعني أنه متاح للمنتخب الجزائري الإنجليزي والفرنسي. نتمنى من الاتحاد الجزائري أن يكثف مجهوداته لجلب هذه الموهبة الصاعدة التي سوف يكون لها كلام في الميادين الإنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.